تشهد علاقات البلاد مع دولة الإمارات العربية المتحدة تطورا ملحوظا في مختلف مجالات التعاون، سيما السياسي والاقتصادي والبيئي، وهذا يرجع إلى متانة هذه العلاقات التي يعطيها قادة الدولتين أولوية قصوى بمختلف مجالاتها. ومن أجل تدعيم هذه العلاقات بعث اليوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برسالة خطية تضمنت دعوة رئيس الفترة الانتقالية إلى حضور فعاليات قمة المناخ العالمية النسخة 28 والتي سوف تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر المقبل. وحمل هذه الدعوة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية تشاد سعادة رشيد بن سعيد الشامسي. سعدت اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية وقدمت له دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر كوب 28 الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام الجاري. في هذا الإطار أيضا نقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لفخامة الرئيس، وأيضا تهانيهم له بعيد فطر سعيد لحكومة وشعب جمهورية تشاد الصديقة. تناولنا أيضا استعرضنا مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بين جمهورية تشاد الصديقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرئيس الفترة الانتقالية والشعب التشادي. وأكد السفير الإماراتي لدى البلاد حرصه على تطوير هذه العلاقات وتقوية أواصر الصداقة التي تربط الدولتين الصديقتين والشعبين الشقيقين.